አማኔባ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝደንትን እናመሰግናለን። ዛሬ ከምን ጊዜውም በላይ በህብረትና በአብሮነት መቆማችን የወል ግዴታ የሆነበት ወቅት ላይ ነው የምንገኘው። በአንድነት መቆማችን እንደ ኡማ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም ኢትዮጵያ ለልጆቿ ምቹ መኖሪያና ለዜጎቿ ሁሉ የፍትህ አምባ መሆኗን ለማረጋገጥ ዋስትና የሚሰጠን አንገብጋቢ ተግባር ሆኖ ይገኛል። ህብረታችን በተለያዩ አጋጣሚዎች የሚፈጠሩ ችግሮችን ለማምከንና ዳግም እንዳይፈጠሩ ለማድረግ ከምንጊዜውም በላይ ያሻናል። በማስከተል የጅቡቲ እስልምና ጉዳዮች ካውንስል ክቡር ኦኪያ ካውራ ፈታ የካውንስሉ ተወካይና ዋና ጸሐፊ ናቸው። ይህንን በዓል ከኛ ጋር ለማሳለፍ መካከላችን ይገኛሉ። የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን ያቀርቡልናል። ضيوف الكرام في هذا التجمع الكبير نتنفس عبق الحب عبق الحب في وطن جميل نعيش رحمة القرآن وسماحة الإنجيل فالقلوب حين تصفو لربها تنبذ الأحقاد وللحب تميل من ظن أن مسلمو إثيوبيا يمكن كسرهم فقد أساء فهما وأخطأ التحليل والآن مع كلمة الشيخ أوكيا كاورا فتاح من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جيبوتي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سماحة مفتي الجمهورية الفدرالية الإثيوبية والرئيس المجلس العالي للشؤون الإسلامية معالي الوزراء أكابر العلماء أيها الجمع الكبير سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يغمرني الفرح والسرور أن أشارك معكم هذا العيد البهيج بهذا الحفل الرائع التي نلتقي بكم في هذا اليوم العظيم يوم العيد الفطر المبارك الذي يحتفل فيه جميع المسلمين في شتى بقاع الأرض لاختتام شهر رمضان المبارك نسأل الله لنا ولكم أن يتقبل صالح أعمالكم وأن يجعل إثيوبيا بلدا راسخا وآمنا ومطمئنا كما كانت. أيها الإخوة هذا الحفل البهيج الذي يأتي بعد المكة المكرمة بهذا العدد الكبير ليس هذا قريبا فالجمهورية الإثيوبية الفدرالية عبر تاريخ ومنذ فجر الإسلام كانت معروفة بهذا التجمع وهذا التعاطي كما دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله بأرض الحبشة فهو البلد الوحيد الذي نال هذا الشرف ويشرفني نيابة عن إخواني وفد الجمهورية الجيبوتي أن أنال شرف إلقاء الكلمة نيابة